لا ماء لا طعام لا كهرباء، حتى الأكسجين هنا أصبح ملوثا بسبب قنابل الفوسفور، ولكن المقاومة في أبجديات الشعوب هي الحق في الحياة والدفاع عن النفس، وردة فعل واعية ضد واقع مرفوض. وما تصنعه المقاومة الفلسطينية بأعدائها هو إحدى ملاحم العصر الحديث ضد قوى الاستيطان والهمجية والاستبداد. كان يبدو منذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني أن الاحتلال يريد أرضاً بلا غزة، وشعباً بلا مقاومة، وسيطرة بلا خطوط حمراء. قصف المدنيين في الشمال لينزحوا إلى الجنوب، وقصفهم في الجنوب لينزحوا إلى خارج البلاد. فحاصرت المقاومة دبابات الاحتلال وأرغمت المستوطنين على النزوح إلى خارج حدود الأراضي المحتلة. أكثر من 370 ألف صهيوني غادروا البلاد منذ بداية الحرب، ما يشير إلى أن إدارة الاحتلال التي روجت للجنة الموعودة لم تقوى على توفير الأمن. يقولون إن الاحتلال تلميذ غبي، وها هي المقاومة اليوم تلقن دروسا على أرض الآباء والأجداد، درس في الجغرافيا بالدفاع عن سيادتها، ودرس في التاريخ بإسقاط مشروع التهجير والاستيطان. وباتت المقولة الصهيونية أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، تناقضها حقيقة أننا هنا باقون، كأننا 20 مستحيل هنا على صدوركم باقون كالجدار، وفي حلوقكم كقطعة الزجاج كالصبار، وفي عيونكم زوبعة من نار.